صباح السعادة. يا أخي كيف صدق؟ كيف بعد 18 يوم يكون مكان كذا فاضي ما في أحد؟ شيء محزن الصراحة. في كل زاوية هنا، في كل مكان لي ذكرى، في كل مكان، في كل جلسة، في كل كرسي. يعني صدق انت العزوب محمد جابر. ها كل ما هذه اسمع، تخيل بعد 18 يوم المكان ده خالي. انا سعيد كلش ما كان، انا ساعيش اليوم بيومه. خلاص حفل ختامي، خلاص انسى، خلها من الذكريات. انا معطيه السلامه جعبه، اخلص من حاجه احطها في الذكريات. حلو، متى ما اشتقت لها عود للجعبه اللي في ظهري، اشوف الذكريات، استرجع الذكريات. فهمت؟ هذا حال الدنيا، لا برنامج باقي ولا معد باقي، احنا ندري ان ولا ناس باقيين، وحنا لن نبقى. بس في كل زاويه، في كل مكان لنا ذكريات. هنا في كل مكان، في كل مكان لنا ذكريات. لذلك غصب تحن، صح ولا لا؟ في ذكريات انا اقوى من الذكريات، لكن ايش قاعد اسوي؟ هذا حال الدنيا. استقت من لازم انك في الحياه هذه، شوف، ما لن يعيش الا الانسان الصريح. صريح الصريح، الانسان اللي جامل، الانسان الصريح اللي جامل، اللي جامل هذا. انا مفروض انا تدري، مفروض قبل لا اتعرف على واحد انشده انت مجامل ولا صريح. نعم. سريع أو هذه من ضمن ترى خططي المستقبلية. صدق أتعرف على واحد أنت مجامل ولا صريح؟ أنا إيش قلت؟ صريح؟ خلاص مرحبا. مجامل؟ أنا أقول باب المجامل على طول، على طول. باب المجامل عقب سكيته ارتحت وصك، وصك باب يجيب الريح حالف لصك، أصكه مجامل الهافي مصيره يوهك، يوهك عشان كذا لا تجامل، وخله وكبه، كبه. والله إني شاعر، قلت كبه قبل لا يقول كبه. ايش رايك هذه بالرد؟ انت عملاق يا هالعملاق. والله اني كنت عملاق. لا لا هو عملاق في اخلاقه، بس عملاق يا ولد. والله اني كنت اخلاق، وكنت عملاق في الاخلاق، الا يا اخي بعد الشيء اللي صار قبل شوي. يعني قول الحمد لله لقد حاجتك انت. انا لاحظت يا محمد بن جابر لقد حاجتك، بديت تحتاج، يعني خلاص وصلت مرحله انك تحتاج حبوب ضغط. بس يعني باقي شوي. انت قطع حديث واجد، حدادي حديث واجد. انا قاطعته، يعني يرد علي. انا ارد عليه، يعني انا ادري انكم كلكم اللي قاعد الجلسه منضغطين، منضغطين جدا والله اني ادري. هو هذه اذا انضغط والله يعني يا من قوه الضغط اللي فيني ودي اكل هذا الطاوله. ادري اوريك الضغط انا اذا صبيت ما هنا يقول شوف تدري شفت 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 تدري ابو جابر دشت من الضغط. تدري لو تصب على راس هذه ايش يصير؟ شوف عاد لو تصب على راس هذه تدري ايش يصير؟ شعره يدخن، يطلع دخان. لا ادري، ليه؟ خلنا نسولف، نبغى نجرب، خلنا نسولف عن الموضوع هذا اللي صار. يلا تفضل تبدا. تفضل يا ابو علي. شوف تفضل يعني بلاش رايك، هذا اللي ماسك الجلسه. ايش رايك؟ انا صراحه انا اشوف الرجال اذا استرسل وزانت سالفته وزانت جلسته، ها زي كذا الحين. ها 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 خلاص انا وصلت، أنا وصلت المنتهى. عادت أخباري على ما أعطيك محل، أعطيك محل عشان تخصون. أمزح عليك، أعطيك محل عشان تخصون. أنا بنزل ليش؟ أروح 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 بيتنا أشرب لي، أروح أسولف مع نفسي أشرب. إي والله أنا أفكر بالموضوع هذا. والله أنا ما أبغى، أنا أيقنت، أنا أبغى له كلام هذا. ليه؟ ما بسول أنا. تعوذ من الشيطان. أعطي دي. ذكر الله يا رجال، ذكر الله.
اعود يا اخوان قطعونا مره يا اخي صدق كل ما زادت الجلسه كل ما زاد النقاش والله تعال يا ابو ترى قاعد نفضفض البعض ودك تفضفض معنا ترى حتى واجه نفس المشكله انت بتفضفض معنا بتعطينا تبغى الصدق تبغى الصدق تبغى الصدق والله الناس تعب بعد هذا صعب اسمح لي تفضل قول يعني انا كنت جالس لحالي يا ولد ما عرفت شو الموضوع يعني لا صوتي حلو عشان اغني ولا اني بشاعر عشان اقول قصيده احفظ قصائد عادي لا تقول يا ولد جلطك بس تنقطع سالفتك الحين بس كمل بسرعه عشان قبل تنقطع اي قبل تنقطع ايش قررت؟ قلت خليني انادي الشباب اللي ما اناديكم انا جيتوا يوم انه جت سالفه بنام نضحك نبغى انا انتظر عشان اضحك انا انتظر الضحكه ايوه ابغى اضحك كسموها تدري ايش صاير بيني وبين الضحك اليوم؟ كت كسموها كذا كذا والله شفت السالفه هذا السالفه كذا مقلبه كذا قلب السالفه كذا يعني ايش والله يا اخي شوف انا من اليوم طفشان تخيل اني من يوم صحيت وانا طفشان الين يوم جلسنا الين جلسنا يا رجال منها تضحك ذا الوجيه الطيبه من يستانس من يجيب السالفه اللي تضحك وانا يا اخي ترى يا اخي السالفه اذا قلتها تضحك واستانست انت منها تروق نعم صحيح في يوم روقت حصل ما حصل والعبد يصبر على المقصود خل ما هنا الا قبل طلعت الطاقه الايجابيه طلعت طلعت ترى غلط غلط زين زين طلعت الطاقه الايجابيه طلعت خلاص لا غلط يقول لا تقول عيد اسلم يا بعد اشكر امس عشان بيض الله وجهي بيضتي وجهي اسلم يوم طلعنا انا الشيخ الماضي امامك هذا خلينا نعيد انا شوي لا ما راح إيه يوم طلعنا وش صار؟ طلعنا الا شفت اللي كنتوا فيه وش صار؟ اللي سويت اسمع اللي سويت الدخوليه فيه كان فاتح السامة فيه تلفزيون صغير في الزاويه نشوف الا والله يا البث انها اليونانيه اليونانيه يعني انت قتلت المتعه وقتلت السالفه انا بعلمك انا هو ما قتله هو تديش كان انا بعلمك هو ايش كان هو ايش كان هو شافنا مبسوطين قال قوم قلنا ميده حن عندنا موضوع عندنا سبب بنخلصه عود جاء يقطع الشك باليقين ويا خلاص يبغى يقرب طبعا اسمع قال يا ولد قم ما عليكم هو قوموا برا يعني انا طيب مع انه جاء من روق ونحن ما نبغى الهوا احنا نبغى نضحك لاعمارنا احنا لانفسنا عرفت جاء هوا ما جاء حن قدم ريالك يلا ما في سبيكر ما كان عندك مو غلط يلا يلا نمشي ما ندري احنا ما عاد ندري اللي يقول روحوا تعالوا يلا بس نمشي ابشر بس ها وش بغيت بنجيك والله ندريك يلا